فرحان لأنه عندي ولدي كيحس بيا وكيعرف شنو كنبغي. البشير عبدو يشكر ابنه سعد المجرد على هديته. وانا بالاسم ديالكم كنشكره بزاف واخا ولدي، غنشكره لأنه دار لي هذه الهدية، الله يرضى عليه. ضيعتي وقتي وكذوبك ما بقاش يفيد، وكذوبك ما بقاش يفيد، سلك وعدي يا قلبي لا عندك تزيد، يا قلبي لا عندك تزيد. ضيعتي وقتي. وهذه هي الأغنية اللي طرحها البشير عبده من أيام قليلة تحت عنوان ضيعتي وقتي، وعم تحصد نجاح كبير حتى أنها احتلت الترند مع صدورها. ضيعتي وقتي وكذوبك ما بقاش يفيد، وكذوبك ما بقاش يفيد. هذا شرف لي كبير، وكنشكر الجمهور ديالنا الكريم داخل المغرب وخارج المغرب، وهذا ليس بغريب على الناس اللي كيحبوا الأغنية المغربية الأصيلة، وأنا فرحان بزاف لهذه النتيجة. وهالأغنية من كلمات ألحان وتوزيع جلال الحمداوي اللي عرضها بالبداية على سعد المجرد. بالله هذه سي جلال الحمداوي دائما كيسمع الإنتاجات ديالو لسعد ولدي الله يرضى عليه. ملي سمع سعد هذا اللون قال له هذه غادي نهديوها للوالد، قال له غادي نهديوها لبابا بعد. وفعلا عيط لي سعد وهذا الشراء مودة، هذه عيط لي قال لي بابا راه غادي نفاجئوك بواحد الأغنية بغيناك تغنيها، اللون ديالك اللي كتبغي راه لقيناه عند سي جلال. صيفطها ليا سمعتها عجبتني بزاف، لا الكلام ولا اللحن ما شاء الله. هي هذيك اتفقنا مع بعضنا ودرنا لقاءات متعددة للحفظ، ومن بعد جاء الوقت ديال التسجيل وبدينا كنديروا الإجراءات ديالنا في التسجيل. وملي سمعنا التسجيل الأول والثاني كانت الحمد لله الأمور غادية في الطريق المزيان اللي كنا كنتمناه، وهانتوما شفتوا النتيجة في الآخر كي كانت. ولهالسبب حب البشير عبدو يشكر ابنه سعد من خلال إيتي بالعربي على هالهدية، فهو اللي أنتج هالعمل. أنا كان نعتبرها أولا كتحية منه ليا، وأنا فرحان لأنه عندي ولدي كيحس بيا وكيعرف شنو كنبغي، وتبارك الله راه تربى في دار ديال الفنانين، كيفاش ما يكونش هكذا عنده إحساس ديال الفنان. وأنا بالاسم ديالكم كنشكره بزاف واخا ولدي، غنشكره لأنه دار لي هذه الهدية، الله يرضى عليه. واختار البشير تصوير هالأغنية على طريقة الفيديو كليب مع صديقه رشيد الوالي. أنا اللي اتصلت به لما تنجزات الأغنية وكملت، بديت كنفكر أنا وسعد قلت له خصنا نصوبوا ليها كليب. تتعرف في ديك كليب دابا كاين اللي ما دارش مثلا الحبيبة ديالو، ولا دار هذا، ولا دار بنت، ولا بنت كيشطحوا، يعني هذه جل الكليبات كيكونوا بحال هكذا. انا خصني فكره جديده. بقيت كنفكر وانا نقول غادي نعيط للسي رشيد الوالي صديق ديالنا وقريب لينا. سمعنا الاغنيه مع بعضنا فراح عجباتو الاغنيه، وقلت له دابا جيت لعندك باش دير لي اول مره كليب معايا انا. وصحيح انه عنوان الاغنيه بيدل على العتب على الحبيب واللوم، الا انه البشير اختار فكره جديده كتعني على انه الانسان كيهضر مع نفسه، بحال شي واحد كيهضر مع المرايا وتيهضر مع نفسه تيقول ضيعتي وقتي. شي واحد كيلوم نفسه. الانسان كاين صراع بيني وبين نفسي، فطبقناها في الاغنيه والكلام جا مواتي الفكرة. وشو كان رأي زوجته نزهة الركراكي بهالعمل؟ جل الأغاني ديالي اللي من نهار اللي بديت إلى الآن ديما كان ناخد الرأي ديالها وكنلقى، لأن تبارك الله سميعة عندها أذن موسيقية عجيبة. الأغنية هذه عجبتها بزاف، دائما كتسولني كتقولي وقتاش غتخرج هذه الأغنية، وقتاش غتخرج هذه الأغنية. دابا الحمد لله راه لقيتها فرحانة. ويبدو أن البشير راح يكون نشيط كثير بالفترة المقبلة، وعم يستعد لطرح مجموعة من الأعمال في الطريق إن شاء الله. ثلاثة ديال الأغاني، وحدة تسجلات يعني كنهيئوا ليها باش نصاوبوها كليب، نصاوب لها فيديو كليب إن شاء الله. العنوان ديالها راني تايه، وكاينة أغنية بغينا نديروها كتحية للأستاذ الكبير الشاعر سي عبد الرفيع الجواري، هو اللي كتبها، سميناها عشاق ملال. وكذلك كاينة قصيدة باللغة العربية عنوانها شروق وغروب. وطبعا ما فينا ننهي لقائنا مع البشير وما نسأله عن نجاحه بالتمثيل أيضا من خلال مسلسل سلامات أبو البنات، العمل اللي تصدر المشاهدات في المغرب الفترة الماضية. المخرج سي هشام جباري فاجأني أو وجه لي الدعوة باش نشارك معه في هذا المسلسل، وكنت في الأول مخلوع يعني خايف في الأول، ولكن
هو قنعني قال لي رانا كنشوف فيك بالضبط داك الشخصيه هو البشير. رحت بالفكره في الاول كنت خايف، ولكن لما صورنا الجزء الاول وليت متحمس للجزء الثاني، فسجلت معهم الجزء الاول والجزء الثاني، والحمد لله لقيت واحد الاقبال من طرف الجمهور الحمد لله.